مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معانا في وجهة جديدة وحلقة ثانية من برنامجنا وجهة، هذا البرنامج السياحي اللي من خلاله نسلط الضوء على أبرز المواقع السياحية على أرض السلطنة. أخذ نفس شوية. دائما يقول لك السياحة والحركة تساعد على تخفيف الوزن، هذه فرصة بالنسبة لي كذلك أني أمارس هذا النشاط الرياضي. في حلقة اليوم وجهتنا وجهتنا بحرية، ولكن في رحلتنا إلى هذا الموقع البحري والرحلة البحرية بنمر على مجموعة من المواقع السياحية وكذلك أهم المرافق السياحية للمنطقة اللي احنا رايحينها. تابعونا، حياكم الله. اللي بزور هذه البوابة الطريق لها بشكل سريع، أول ما توصل إلى البوابة وانت متجه إلى ولاية مسقط في لفة بتجيك بعد البوابة مباشرة، لفة على اليمين تاخذ يمين ثم يمين يوصلك إلى المواقف الخاصة بهذه البوابة. اللي بغيت أقوله، كثير من الناس ما يعرفون أن داخل هذه البوابة متحف عجيب، حلو أنك تحطه ضمن محطاتك السياحية لحظة زيارتك لأي موقع في ولاية مسقط. تابعونا، حياكم الله. قبل ما أنسى، مواعيد الزيارة بالنسبة لمتحف بوابة مسقط من الأحد للخميس من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 2 المساء. حياكم. بوابة مسقط من ضمن المتاحف المتخصصة التي تتكلم لنا عن مدينة مسقط. افتتح المتحف تاريخ 17/1 سنة 2001 تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد. يحتوي متحف بوابة مسقط على الكثير من المعروضات الأثرية، تقريبا يحتوي على حوالي 64 لوحة تمثل لنا نموذج لمسقط القديمة، سواء كان عن جيولوجية مسقط أو عن آثار القديمة التي موجودة في مسقط تقريبا قبل حوالي 7000 سنة و 3000 سنة و 1000 الثانية قبل الميلاد. وهذا من المواقع والأماكن اللي عندهم هواية التصوير، من أجمل المواقع لتصوير مدينة مسقط أو بالتحديد ولاية مسقط، منها تبان جزء من قلعة الجلالة والميراني، في نفس الوقت شيء من قصر العلم العامر، كذلك بوابة مسقط وأجزاء من الأحياء السكنية لولاية مسقط. في نفس الوقت الانستغراميين اللي عندهم الهواتف الذكية يبغى لنا كم صورة بعد، شوف شلون. ايوه طالع شوف المنظر الجميل هذا.
ومن بوابة مسقط إلى محطتنا الثانية. تابعونا، حياكم. الحين احنا في محطة كثير جميلة ورائعة، وخاصة في محطاتنا السياحية اللي قاعد احنا ناخذها. الحين تقريبا احنا على الواجهة المطلة لقصر العلم العامر، وهو ايضا مزار سياحي لكل السواح الزائرين لولاية مسقط، لاخذ صور تذكارية وايضا الاستمتاع بهذا البحر الجميل. احنا بناخذ من عندهم مجموعة من الكلمات، بونجورنو بالايطالي وصباح الخير ومساء الخير، ولكن بعد شوي خليكم. Vostro paese molto bello. Very good. Oman very good. Oman is very beautiful. Grazie. Anche le persone sono molto and people are very nice and a lot of hospitality. Sì. Salam alaikum Oman. We are from Germany and this is my husband Dieter and my name is Elvira. And we like Oman so much. We started in Nizwa. We came to Bani Khalid, Wadi Bani Khalid, and then we went to Sur, and now we are in Muscat, and we love your country, Omani. Thank you very much. Shukran, Oman. Shukran. أجمل حاجة لما تكون في رحلة سياحية أو زيارة لمواقع سياحية عليك أنك تستمتع، التعرف على مواقع جديدة، بقدر الإمكان حاول تكشف كل التفاصيل للمكان اللي أنت قاعد تزوره، زي ما نحن ماخذين هذه اللقطة وهذا الموقع في زيارتنا لوجهتنا البحرية القادمة. دائما تابعوا برنامج وجهة، هذا البرنامج السياحي على تلفزيون سلطنة عمان. ولا تنسون في أي زيارة لأي محطة سياحية التعرف على تفاصيل لأي موقع أنت تزوره. على سبيل المثال اليوم إحنا موجودين في ولاية مسقط، وبالتحديد أمام بوابة مثاعيب، وهي إحدى البوابات لسور مسقط القديم. طبعاً السور يحتوي على 4 بوابات، هذه إحدى البوابات. حلو أنك تزوره وتتعرف عليه وتشوف تفاصيله. طلعوا عجيب. والحين وصلنا إلى محطة كثير جميلة ورائعة، وخاصة لأخذ الصور التذكارية، محطة بنتعرف على تفاصيلها في اللقطات القادمة. بجد أنصحكم بزيارة هذا المكان، وإذا وصلتونا تأخذون مثل هذه الصورة. الحين احنا امام موقع كثير جميل، وهي الساحه الاماميه لقصر العلم العامر. هذا الموقع يمتاز انه مكان جميل لاخذ الصور التذكاريه، اما عن طريق الهواتف الذكيه او عن طريق الات التصوير، في زوايا كثير مختلفه، يبرز كذلك العماره العمانيه من خلال التصاميم لهذه الساحه، وفي نفس الوقت الاشجار اللي تزين هذا المسار. بالفعل مكان كثير رائع لاخذ هذه الصوره. الموقع اللي أنا فيه أمام قصر العلم العامر، مكان ومزار سياحي بيكون كثير رائع إذا حطيته ضمن جدولك السياحي داخل السلطنة. تابعونا عشان نتعرف عليه.
احنا الحين امام المتحف الوطني. هذا المتحف اللي ان شاء الله بيفتح ابوابه للجمهور في منتصف 2016. الجميل في هذا المتحف انه بيكون يحتوي على العديد من المقتنيات الاثريه والمعلومات الثقافيه اللي ممكن الزائر له يتعرف عليها، والاجمل انه مقابل قصر العلم العامر، موقع عجيب. والحين باخذكم الى موقع اخر داخل متحف بيت الزبير. احنا موجودين حاليا في الطابق الاول. هذا المكان يحتوي على اكثر من قاعه، ولكن القاعه اللي احب انكم تزورونها وتضعونها ضمن جدولكم السياحي، تعالوا ورا. هذا المكان فيه اشياء كثيره من مقتنيات واواني واجهزه ومعدات وكذلك اثاث تبين الحياة الإنسانية اللي كان يعيشها الإنسان في ذاك الزمان. شوف الصور، شوف الأثاث، شوف الأواني، وتعرفوا على مثل هذه المقتنيات الموجودة داخل متحف بيت الزبير. الحلو اللي أحب أقوله بالنسبة لك عزيز المشاهد، أنك لما تحط خطة لرحلة سياحية، حلو أنك تحط ضمن الرحلة عدة محطات. يعني على أن اليوم جولتنا وجهتنا بتكون لموقع بحري، يعني زي ما نقول رحلة بحرية، ولكن حبينا في مسار رحلتنا أن نمر على أكثر من مكان عشان تكون فيها هناك المتعة، أخذ صورة تذكارية، وكذلك نحس بالإثارة من موقع إلى موقع وما نحس بالملل. وهذه هي فكرة برنامج وجهة السياحي. تابعونا. باخذكم مكان ثاني، تعال. الحين بوديكم احد الاجزاء في متحف بيت الزبير، وهي المساكن على الطراز العماني القديم للبيوت القديمه. هذه واحده من الغرف، وهناك في مكان ثاني، تعال. شوي شوي، ايوه شوي شوي، ايوه ممتاز. هذه بعد، شوف الفانوس ايام قبل، من يتذكر الليتات اللي قبل؟ بعد نفس الطريقة، فيها كثير من التفاصيل للحياة الإنسانية. يبغانا نتعطل، ها؟ خلينا نكمل. المكان الثاني أيضا في هذا المسار. حلو تعيش هذه الحياة. الله الله الله. أيضا هذا ساحات نقدر نقول بالنسبة للبيوت القديمة. هذه الجحية العمانية، وهذا مكان بنتعرف عليه بعد شوي. بس متحف بيت الزبير في عدة مواقع جميلة، من ضمنها بيت الدلاليل والبيت العود والقاعة الرئيسية بالنسبة للمتحف. في نفس الوقت
يحتوي المتحف على أكثر من قاعة خاصة للفنون التشكيلية، ومن خلالها يعرضون مجموعة من اللوحات التشكيلية لأسماء معروفة إن كانت داخل السلطنة أو خارجها. وفي نفس الوقت الله يسلمكم ويعافيكم، إن مواعيد الزيارة كثير جميلة وبنتعرف على تفاصيلها من خلال أحد المسؤولين داخل هذا المتحف. تابعوا. وأيضاً الشيء الجميل والحلو لزيارتك لمتحف بيت الزبير، كل ما تجول في إحدى قاعاته بتتعرف على تفاصيل أكثر وأكثر، زي ما نلاحظ من خلال قاعة الأزياء العمانية. يبين نصور. اللي يميز بيت الزبير، يمكن الناس عرفت البيت كمتحف. بيت الزبير اليوم ليس فقط كمتحف، إنما هو مجمع ثقافي بإمكان الزائر يجي ويطلع على، ليس فقط على مقتنيات. عندنا طبعا محل هدايا، ممكن الزائر يعني يقتني مجموعة من الهدايا. لدينا مقهى يقدم مجموعة من الوجبات، بالإضافة إلى قاعات للعرض، إلى جانب إحنا الإصدارات اللي نصدرها اللي نوثق فيها التاريخ والثقافة والفن، وأيضا دعمنا للفنانين العمانيين من خلال إقامة معارض خاصة بهم. أوقات الزيارة عندنا من السبت إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 6:00 مساء. ومن بيت الزبير إلى وجهتنا في حلقة اليوم، عندنا لكم رحلة بحرية عجيبة. تعالوا. هلو، هاو ار يو؟ هلا. اليوم زي ما قلنا لكم من بداية رحلتنا، أن اليوم وجهتنا إن شاء الله بتكون بحرية. بدينا في أكثر من موقع سياحي على مستوى ولاية مسقط، بدينا من بوابة مسقط إلى متحف بيت الزبير إلى ساحة قصر العلم العامر وأجزاء من المتحف الوطني. الرحلة اليوم عجيبة. زي ما قلنا لكم اليوم محطتنا القادمة هي المحطة الخاصة بالجولة البحرية. حلو الإنسان في رحلته السياحية يعمل أكثر من محطة، يتعرف على أكثر من مكان. ليه؟ عشان يكسر الرتابة وجو الروتين. فرحلتنا اليوم عجيبة، تابعونا. انطلاقتنا من بندر الرملة. زي ما قلت لكم لازم يكون في عندك تنوع بالنسبة للرحلة عشان التغيير. حلو اليخت هذا، ها يبيله، ها إن شاء الله إن شاء الله دعوا لي أحصل واحد زيه، بس عشان على قولتهم الصور التذكارية بس. روح نكمل. هذاك هناك بتكون رحلتنا، هذاك الخارج، تعال معي. الحين وصلنا إلى المرسى الخاص بالقارب اللي احنا بنروح فيه. رحلتنا بطير لطيور بس حركات. هيا بنا. او يا املي 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 او يا املي. دمبك 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 دمبك. احلى شيء ترى انك تستمتع في رحلتك، ها.
لا تخليها روتينية. اليوم حتى بشكل كذا بسوي أجواء كذا من خلال السفينة، ما أعرف إذا في خيوط صيد ما صيد، كنا بتعلم الصيد اليوم. تبون هامور ولا كنعد؟ ها 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 هامور ولا كنعد؟ يلا كنعد كنعد زين. هيا بينا روح. هذا القارب ستار اوف ذا سي. يا الله نجمة البحر، حركات. حياكم حياكم. السلام عليكم. بسم الله يا ولد. ثواني ايوه وتنطلق الرحلة، تابعوني. معكم سعيد الرحبي، كابتن السفينه ومساعد معالي وعلي الرحبي. اشياء السلامه اللي موجوده هي معنا اللي هن السباحات انقاذ غريق، وفي عندنا انقاذ غريق نفس الشيء اللي هو حط عنا بحر ممكن نعطيه الانقاذ الغريق نجيبه. في عندنا سندرات الحريق داير مدار على السفينه، الواحد منكم شم ريحه فيها الحريق امكان يبلغنا او يصرخ اكثر من 10 مرات انه في حريق حريق. مسار اروح ان شاء الله حسب ما متفقين لكم من البستان. خلاص سر خلاص جوله زين. جوله بحريه زين. الدوار اذا اللي يجيهم دوار بحر دوار في عندنا حبوب اللي بتستخدمها قبل ساعة أو تشوفها لمكان معين لمدة دقيقة حتى تكون تلفت. ممتاز. اللي عنده دوار بحر عاد يقول من الحين ها هاي. يلا بس نبدأ. بس بسم الله. بسم الله يعطيك ما في الرحلات البحرية لما يكون عندك برنامج أنت عادة مع أسرتك مع أصدقائك مع ضيوف جايينك إن كان من داخل أو خارج السلطنة. اليوم في رحلتنا زي ما تلاحظون عملنا كذا في هذه الوجهة، وجهتنا بحرية، اليوم جونا كله بحري. غدانا إن شاء الله بيكون على ظهر هذه السفينة، إن شاء الله بنمارس بعض الهوايات. أنا شوف ترى ما أعرف أصيد فما قصر والله سعيد الرحبي كذا مجهز لنا أغراض خاصة بالصيد، بس الطعم مو موجود ها، بس قاعد يقولوا لي كيف إنك تأخذ لك دورة كذا بسيطة. طبعا هذه السفينة مش للصيد، بس إحنا قاعد نقول ترى في قوارب في يخوت خاصة برحلات الصيد اللي يحبون عملية الصيد. طبعا المدار أنا بس بسوي حركات كذا عشان التصوير زين كذا، بعدين زي ما طقيت عمري أنا. يلا ها بسم الله يا ولدي. طبعا هذا الأسلوب التقليدي. عاد تبغون كنعد ولا هامور؟ كنعد ولا هامور؟ يلا يلا محمود يقول يبغى هامور، بس احنا ان شاء الله بنطلع لكم كنعد. او ماي جاد يلا يلا يلا. المهم ما حلفنا الحظ. في سنارات بعد المتطوره بيقرب لي اياها بس محمد يعطيك العافيه. طبعا اللي عندهم خبره الصيد هذه السنارات المتطورة يعني الحديثة نقدر نقول، بس هذا لازم واحد يكون عنده خبرة في عملية الصيد في هذه، يا انه ياخذ دورة يا انه ياخذ يروح مع ناس عندهم خبرة في عملية الصيد وكذلك استخدام هذه السنارات. طبعا اللي عارفه حسب معلومة ما ابغى افتي، بس كل سنارة لها مقياس لها كذلك مسافات وكذلك حتى نوعية المدار لنوعية السمك المراد صيده. المهم اللي بغيت أقوله إن لما تعمل أي رحلة أو نقدر نقول رحلة سياحية حاول قدر الإمكان إن يكون فيها نشاط.
إذا كانت رحلة بحرية نكون من ضمن الخطة عملية صيد، سباحة، استخدام القوارب الصغيرة، يعني ما الغوص، يعني حلو بيكون من ضمن نشاطك ورحلتك بيكون في برنامج منوع ومختلف. هذا عاد جرب شوية كذا السنارة هذه. وجهتنا انتهت في حلقة اليوم. زي ما لاحظتوا خذينا أكثر من موقع وأكثر من زاوية ومحطات مختلفة ومتنوعة، وكانت وجهة بحرية ختامها مسك. أتمنى إن شاء الله الوجهات القادمة تنال على رضاكم وإعجابكم، وزي ما قلت لكم دائما حط عنوان رئيسي في أي رحلة تقوم فيها، كيف أستمتع في هذا المكان. نشوفكم على خير وسلام عليكم.